يا رب صلي على محمد صلاة تشفي الصدور وتطرد الشيطان من البيوت. اللهم إن الشيطان خلق من خلقك ونحن عبادك. اللهم إنا نستعيذ بك منه ونستغيث بك من شره وكيده ونلجأ إليك، وقلوبنا تتعلق بك وكلنا رجاء فيك. أن ترزقنا بقوة ترضعه وأن ترزقنا بقلوب تقوى عليه. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك أن يحضرون. يا رب يا رب نشكو إليك من الوساوس التي أهلكت الأبدان وأفسدت العقول وأرهقت الأنفس. اللهم إنا نلجأ إليك منها. اللهم اشفي صدورنا منها. يا رب يا رب الشيطان أفسد البيوت وأفسد القلوب. اللهم إنا نستجير بك منه وفك قيدنا منه. يا رب يا رب اشفي كل مريض بالسحر وجزه على صبره خير الجزاء، واشفي كل مريض بالمس وارفع مكانته في الجنان، واشفي كل مريض بالوسوسة وعوضه يا رب يوم يلقاك. اللهم ارزقنا بقوة ومدد من عندك تدفع عنا الضر به، فنحن لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم املأ القلوب بذكرك حتى لا تدخل الشياطين، وأطب لساننا بذكرك حتى تنصرف الشياطين. يا رب نشكو إليك تقصيرنا في التحصين ولم نتبع نبيك في الوقاية منه، فتمكن من البيوت وسيطر على العقول وأفسد العلاقات وأحزن القلوب، وتملك من العقول وزين الشهوات وفتن بالشبهات، وسلط علينا شياطين الإنس وليس لنا ربا سواك. وها نحن نمد أيدينا إليك أن تحفظنا من كيده. اللهم إنا نجعلك في نحره ونعوذ بك من شره، واصرفه عنا وعن أبنائنا وبناتنا وأمهاتنا وآبائنا وأخواتنا وإخواننا. اللهم إنا نستعيذ بك منه، فاصرفه بحولك وقوتك، لا طاقة لنا به، فأعنا عليه يا رب. اللهم رب السماوات وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلنا جارا من شر جميع الإنس والجن، أن يفرط علينا أحدا منهم أو أن يؤذينا. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم احفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر الذنب الذي ملك الشيطان منا، واغفر الذنب الذي به تسلط علينا، وأقبل توبتنا حتى يتم الشفاء منه. اللهم إنا نسألك بكلماتك التامات، ونسألك بك أن ترزقنا بشفاء لا سقم بعده، وأن تطرد الجن من البيوت، وتشفي المسحور والممسوس والمحزون، وتصرف الشيطان بحولك وقوتك عن عقولنا وقلوبنا يا رب. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد شفيتنا من الأمراض، وعصمتنا من الشيطان، وألفت بين قلوبنا، وجمعت شملنا، ووحدت صفنا، ورزقتنا بالعافية يا رب. هذا ظننا بك أننا إذا لجأنا إليك أويتنا، وإذا استغثنا بك أغثتنا يا رب. إحنا الملهوفين فأجرنا، وإحنا المضطرين فأجبنا يا رب. يا رب نسألك النجاة من الوساوس والأوهام والأفكار والظنون وخواطر السوء، وصلي على نبينا محمد وجزه عنا خير الجزاء، أدى ما عليه وبلغ الرسالة، وحذرنا من كيده وأمرنا بالاستغاثة. اللهم صلي عليه وبلغه يا رب منا السلام.